رفع وكيل مجلس الشيوخ المستشار النائب بهاء أبو شقة الجلسة العامة إلى الغد لاستكمال مناقشة مشروع قانون العمل الجديد. وكان وكيل المجلس قد ترأس الجلسة خلال مناقشة مواد مشروع القانون وانتهى عند المادة 152. جلسة جديدة عقدها مجلس الشيوخ لاستكمال مناقشة مشروع إصدار قانون مقدم من الحكومة ومحال من مجلس النواب بإصدار قانون العمل، وذلك بعد أن وافق المجلس خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 17 يناير على مواد القانون حتى المادة 104. بدأت الجلسة بعرض عدد من النواب مقترحاتهم وآرائهم بشأن باقي مواد مشروع القانون الذي يهدف إلى تحقيق التوازن والعدالة بين طرفي علاقة العمل لتحفيز العاملين على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيتهم. للعامل الحق في أجازة بأجر في العطلات والأعياد والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، وتثري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن إلى آخر ما جاء بنص المادة. الفقرة الأولى فندم كما هي الفقرة الثانية عايزين نقول فيها ولصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر، أو يمنح العامل يوما آخرا عوضا عنه بناء على طلب كتابي من العامل ويوضع بالملف الخاص بالعامل. كما يهدف القانون إلى وضع تنظيم قانوني منضبط ودقيق لمزاولة عمليات التدريب ومسايرة التطور والحداثة في ميدان العمل لتتلائم مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي مرت بها مصر خلال الفترة الأخيرة. التعديل المقترح من جانبنا يا سيادة الرئيس بيكون إذا انتهى عقد العمل المبرم لإنجاز عمل معين واستمر طرفاه في تنفيذ العقد بعد إنجاز العمل اعتبر ذلك تجديدا منهما للعقد لمدة غير محددة. السبب هنا رئيس إن العقد الأصل اللي احنا بنتحدث عنه هو عقد الإنجاز عمل معين. أنا اقتراحي باختصار هو إن احنا نميز بين يوم العمل والأيام العمل الفعلية أو اللي هي غير متضمنة أيام الأجازات الأسبوعية المعتادة. هنا يبقى مسطرة واحدة ويبقى اللي بيتغير في وسط الأسبوع بيعامل نفس معاملة اللي بتغير على أطراف الأسبوع. وفي نهاية الجلسة تمت الموافقة على المواد حتى المادة 152 على أن تستكمل مناقشة باقي مواد القانون خلال الجلسة القادمة.